ضربة الشمس وعلاقة ده بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة هذا الصيف اللي بيجتاح العالم كله. صورنا تقرير في الشمس في الحر يعني مع الناس عشان نسألهم عن ضربة الشمس. هنشوف التقرير ونرجع نعلق عليه مع حضراتكم، يحكى أنه ما زال متواصل. البني آدم لما بيقعد فترة طويلة في الشمس أو يمشي كتير في الشمس فبتبدأ يعني جسمه يعني بيتحرق جدا، تمام، ومش بالي يجيله يعني لا قدر الله ضربة شمس والكلام ده. بيمشي في الشمس ومفيش واقي ولا لابس حاجة على راسه فبيجيله دوخة وصداع وممكن يغمى عليه يعني. الشمس بتبقى حامية أوي فكتر المشي بقى فإيه بيأثر سلبا بقى على إيه على درجة حرارة الجسم. يعني هاخد احتياطاتي، هحاول امشي في ظل، مش هحاول اقف في الشمس كتير. ممكن تكون شكلها يبان عن الوش بيحمر مثلا ضربه شمس، احس ان ضغطي عالي مثلا او حاجه. هو يعالجها في البيت الاول ولو زادت المفروض يروح المستشفى طبعا. اهم شيء المويه تكون معك على طول وتشرب دايما، تعود اهم شيء. مبدئيا ان احنا نخلي بالنا ما نتعرضش للشمس بفترات طويله. يشرب سوائل كتير وبتاع وميه ساقعه. يحمي نفسه، يلبس كاب، ما يخرجش في الوقت دوت. لا يروح للمستشفى احسن، يعني بقى يحطوه في مكان بارد ويعملوا له بقى اللي هو كمادات يعني ساعه وكده بس. تحت اي حته تضل كتير جدا اللي يعني نمشي تحتها كتير. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير، وأول حاجة لازم أقولها إن أنا بشكر كل طاقم العمل اللي صوروا التقرير، مش بس التقرير ده الحقيقة، اللي بيقدموا كل الخدمات الإخبارية المصورة لحضراتكم في هذه الأجواء الصعبة وهذه الأجواء الحارة، لأن الحر شديد جدا الحقيقة.